مزرعة لتربية الأبقار الحلوب على الطريقة الأوروبية، تجهيزات حديثة للحلب، سوار إلكتروني تم تركيبه لتسهيل عملية المراقبة، فكل ما يخص قطيع الأبقار يتم تحيينه بشكل مستمر وعبر قاعدة للبيانات. كل بقرة عندها جهاز تحكم تاعها أباك النيميرو، يعطينا تاريخ البقرة، إنتاج يومي، الإنتاج اليومي، الحالة الصحية، أونكا دي مامي تسيب كلينيك، الحالة تاعها وقتاش ولدت، تاريخ الميلاد، تاريخ الغرز، وقتاش تخرج لنا من لابروديكسيون. هذه هي المزرعة والمتواجدة في بلدية بريش بأم البواقي، تضم المئات من رؤوس الأبقار الحلوب. هنا تفطم العجول عند ولادتها وبعد أسابيع تفصل عن بعضها، أما هذه الفحول فقد تم اختيارها لتحسين سلالات القطيع. التقنيات اللي تستعمل في هذه المزرعة إن شاء الله أملنا تتعمم هذه التجربة على الولاية، سواء كان الفلاح اللي عنده كثير ولا قليل، المهم يعمم هذه التجربة، لأن يد ما تطلبش يد العاملة كثيرة، والبقرة تمد لنا الحليب في المستوى المطلوب. إنها الرابعة مساء وكل هذه الأبقار تنتظر دورها في الحلب بعد أن امتلأت ذروعها. هذه المزرعة المتواجدة على مستوى بلدية بريش تحتوي على حوالي 300 بقرة حتى 350 بقرة، فيها 150 بقرة حلوب ذو سلالة الأونشتاين. هذه السلالة كما تعرفوها لإنتاج الحليب. عكس الكثير من منتجي الحليب، تعتمد هذه المزرعة على طرق حديثة للعناية بقطع الأبقار، فالرقبة البيطرية مثلا تتم بشكل يومي.